أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب اللغة والأدب السنة الثانية في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سنتناولها الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني. قبل أن أبدأ بالتعريف، لابد أن أذكر بأبرز المفاهيم التي سنركز عليها خلال هذه الوحدة. المفهوم الرئيس الذي تناولناه في هذه الوحدة وهي وحدة فن المسرحية التواصل، وقلنا أن التواصل يتم تطبيقه عن طريق أو بطرق عدة، منها العمل الجماعي التعاوني حيث تتواصل مع أعضاء الفريق لتنفيذ مهمة مطلوبة، أو تتواصل بقراءة محتويات الكتاب، أو تتواصل عن طريق التفاعل مع مادة البي سي من مادة مرئية وأنشطة وتقييمه. أما المفهوم ذات الصلة، الموضوع ضرورات الجمهور، حيث قلنا أن المسرح يتناول موضوعاً يقوم بمناقشته كالموضوع الذي ذكرناه في مسرحية شريعة الغاب وهو عن الظلم. أما السياق العالمي هو العولمة والاستدامة، ففن المسرح يطرح في أماكن عدة. عبارة الاستقصاء هي يتواصل الكاتب مع جمهوره من خلال فن المسرح بطرح موضوعات تتضمن سمات عالمية مشتركة. أذكر أن أساليب التعلم متنوعة ومختلفة، منها العمل الجماعي التعاوني ومنها مهارة البحث، حيث سنقوم بالبحث عن الكاتب، عن معلومات عن فن المسرح وتاريخه إلى غير ذلك مما سيطلب منكم أثناء الأعمال الصفية. كنا قد تناولنا سابقا مسرحية تاجر البندقية للكاتب العالمي ويليام شكسبير الفصل الأول منها، حيث قمنا بذكر الشخصيات مع وصفها وذكر الموضوع الذي دارت حوله أو دار حوله الفصل الأول. الآن سنقوم بتحليل الفصل الثاني من المسرحية، وذلك من خلال تحديد شخصيات الفصل الثاني ومع وصف هذه الشخصيات بعبارة واحدة، وهذا موجود في كتيب اللغة والأدب، حيث ستملأ البيانات من خلال مهارات التعلم التي ركزنا عليها كمهارة العمل الجماعي التعاوني. كما سنقوم أعزائي الطلاب بالمقارنة بين شخصيتي شايلوك وبسانيو من حيث الدور في المسرحية والمشاعر تجاه أنطونيو والبعد الداخلي والخارجي. ولابد أيضا عند قراءة هذه المسرحية أن تقوموا باستخراج بعض الأساليب الإنشائية والتقنيات التي استخدمها شكسبير في هذه المسرحية وكتابة فقرة صغيرة عما أفدناه من هذا العمل أو من هذا النوع الأدبي الذي قمنا بدراسته، وما علاقة هذه الأساليب في تحسين العمل الأدبي. أحب أن أشير أيضاً إلى وجود تعبير كتابي في كل فصل من فصول المسرحية، لنجد أنفسنا في نهاية العمل قد قمنا بتلخيصه كاملاً، لذلك العمل المطلوب منك تحليله وكتابته هو أحداث المشهد الخامس من الفصل الثاني من جهة شايلوك. أذكر أننا نرسل مهمات أقرأ بالعربية كل أسبوع، فأذكر بضرورة القيام بها دائماً والالتزام بتسليم الواجبات في وقتها، كما أذكر بضرورة الرجوع إلى المنصة التعليمية البي سي والاستفادة مما وضع لكم في صفحات المنصة من تقييمات وأنشطة تفاعلية وشرح ومواد مرئية تساعدك على فهم الدرس بصورة أفضل. أذكر أيضاً إلى أننا نقوم بشرح مادة الدراسات الاجتماعية كل أسبوعين، لذلك عليك أيضاً مراجعة ما تم شرحه بالذهاب إلى صفحة المادة وهي صفحة الدراسات الاجتماعية والتأكد مما تم أخذه إن لم تكن موجوداً. كانت هذه أبرز الخطوط العريضة التي سنتناولها خلال الأسبوع الخامس من مادة اللغة والأدب. أتمنى أن أكون قد قدمت الفائدة وأشكر استماعكم، ولا تنسوا متابعة قراءة العمل الأدبي لتعرف
خاتمة. أشكر استماعكم ودمتم بخير.